نحن يوميا نطلع على سور مطار كويرس مرابطين هونيك، ونستخدم السلاح ال 14 نص السلاح الموجود عندنا بالضرب بالمدافع 57 والمدافع 23 واي شيء بيتحرك داخل المطار، وبنستخدم الرشاشات مضادات الطيران المروحيه مضادات المروحيه. كل يوميا بتجي المروحيه لتحاول تنزل المطار بنقوم باستهدافها، والحمد لله عم نحقق اصابات، وفي اصابات ان شاء الله.